مساء الخير يا دكتور مساء وليد، الفل استاذ احمد، منور ازيك؟ الدنيا. انت اللي منور الدنيا. مبسوط انت طبعا، ويعني جاي النهارده وانت ايه شاحن بطارياتك. بص بقى، ايطاليا في النهائي. اولا يعني اول من اخبركم الفقره العالميه مع بعض، قلنا ايطاليا مرشح قوي للصعود للمباراه صحيح. النهائيه، وقلنا صحيح. ان منتخب ايطاليا منتخب مختلف هذه النسخه، وانه عنده حظوظ كبيره في الصعود، مش مجرد اماني ومش مجرد تكهنات لا تستند الى منطق، لكن بالمنطق وبالفنيات وبالمقدمات كانت هذه التوالي، وصعود ايطاليا كان صعود مستحق تماما للمباراه النهائيه. بس خليني قبل يعني ما نسترسل في الكلام، يعني احييك واحيي اسره الاعداد واسره البرنامج على اللقاء الحصري مع مارك روسي، لان ده سبق محترم جدا للبرنامج والقناه الاهلي، وانا استمتعت الحقيقه بالحوار، وبحييك على اداره الحوار كمان. وانا شخصيا يعني كمتابع او كصحفي استمتعت بادائه في البطوله، اداؤه الفني، وتعاطفت جدا، واعتقد مصريين كتير ومتابعين كتير تعاطفوا مع منتخب المجر اللي قدم بطوله محترمه. وماركو روسي تحديدا اعتقد في كلاس المدربين هينتقل لمرحله مختلفه تماما. هو بعد نهايه اليوم مع المجر، خصوصا مع منتخبات كبيره زي فرنسا طبعاً. والمانيا، يعني اعتقد عروض، يمكن كنت بساله حتى، كنت يعني تتمنى وبيتهيالي المجر لو كانت في مجموعه ثانيه غير، كان ممكن يبقى حظوظها او فرصها كبيره في انها تتاهل للادوار الاقصائيه بعد كده. انا عايز اقول لك كمان المجر كانت بتلعب بدون اهم، يعني كان بيلعبوا من غير كريستيانو رونالدو بتاعهم، سوبوسلاي النجم الشاب الصاعد يعني في صفوف منتخب المجر، اللي كان عليه خناقه كبيره في الصيف اللي فات من انديه كتير على راسهم ريال مدريد، واعتقد ان شاء الله ان هو بعد يعني ما يخف من اصابته هيكون متواجد في نادي كبير. ده كان قيمه هجوميه مهمه جدا، اعتقد لو المجر كان معاهم هذا اللاعب في مباراة مثلا زي مباراة البرتغال أو ألمانيا أو فرنسا، كان ممكن جدا شكل عدد النقاط بتاعهم يتغير، وممكن كان ممكن جدا يتأهلوا في مفاجأة عن المجموعة، لكن في الآخر هم قدموا بطولة عظيمة. طيب أنا عايز أبتدي معاك بالصحافة، ردود الأفعال. طبعا إحنا مواجهة إمبارح انتهت، وعندنا مواجهة النهاردة بين إنجلترا والدنمارك. أنا مع إنجلترا النهاردة. مش يعني ما أقدرش بصراحة. بص يعني هو النهائي هيبقى لذيذ. إنجلترا إيطاليا حلو. إنجلترا إيطاليا حلو. إنجلترا إيطاليا كلاسيكي.